والله تأدب تحت الهواء والله ليه حذاء ألبس لا 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 والله العظيم أقسم بالله أمسح بيك البلاط ليه حذاء ألبس أنت يا عيني اتدمرت للدرجة والله ليه حذاء ألبس هي دي أخلاقكم هي دي أخلاقكم ليه حذاء ألبس أنا مبسوط إنك بتعمل كده قدام الناس هي دي أخلاقكم تأدب هي دي أخلاق أنا أعلمك الأدب وأعلم جماعتك كلها بس برافو عليك إنك تمسك حذائك أنا مبسوط جدا بيك رجاء عشان دليلك راح دليلك راح سني أجيب رجاء سني أجيبك ما خلاص بقى إحنا اللي عايزينه خدناه منك دكتور انا مبسوط جدا.